لما نتكلم عن اداء النادي الاهلي وعن اهداف النادي الاهلي، فالطبيعي جدا ان انت تضرب تعظيم سلام للنادي الاهلي والتالق اللي عامله النادي الاهلي مع النادي السعودي. انا شخصيا ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك، ولكن لما فريق مصري يلاعب فريق مش مصري او فريق خارج مصر، فالطبيعي جدا اننا كلنا نشجعه ونسنده. طبعا انا ما بقولكش لازم تعمل حاجه زي كده، ولكن كل واحد حر في نفسه. باختصار كده يا جماعه، النهارده النادي الاهلي عمل مباراه انا عايز اقول لك من افضل المباريات اللي انا شخصيا شفتها في حياتي للنادي الاهلي المصري، وخصوصا مع نادي كبير جدا زي نادي الهلال السعودي. باختصار كده يا جماعه، نادي الهلال طبعا بعد المباراه اللي عملها مع نادي تشيلسي، عارف يعني تشيلسي، لما شفنا المباراه بتاعه الهلال وتشيلسي قلنا ان الهلال هيقابل الاهلي المصري، فالطبيعي جدا ان الهلال هيعمل على النادي الاهلي ماتش ملهوش حل، ماتش انت ولا انا ما نقدرش نتكلم عليه. ولكن لما بدانا المباراه ولقينا الضغط بتاع النادي الاهلي والفكر بتاع النادي الاهلي والروح بتاعه لاعبي النادي الاهلي في المباراه دي، فالطبيعي انت او انا تقول لا، ده النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، النادي الاهلي ده حاجه ضخمه جدا. يعني تعالى النهارده نشوف مثلا كده من بدايه المباراه، تحس ان النادي الاهلي لا، هو انا الماتش ده بتاعي، واضحه وضوح الشمس. انت عندك نادي الهلال ده اصلا عايز اقول لك ما مسكش كوره على بعضها طول الشوط الاول، يعني طول الشوط الاول انا بالنسبه لي مش الهلال ده اللي انا كنت بشوفه مع مباراه تشيلسي، يعني اكثر المتفائلين، يعني اكثر حد متفائل، فاهم؟ يعني انا عندي تفاؤل كبير جدا، كنت هقول لك ان النادي الاهلي ممكن يتهزم 1-0، 1-0 من الهلال ده بعد الماتش اللي حصل مع تشيلسي اللي هو اصلا كان هيفوز على تشيلسي. يعني احنا لازم نبقى فاهمين حاجه زي كده. ولكن النادي الاهلي عمل مباراه يعني عايز اقول لك جميله جدا 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 على الهلال السعودي. لازم جمهور النادي الاهلي يفرح بالبرونزيه، لازم جمهور النادي الاهلي يكون مبسوط بالبرونزيه، لانه طبعا كده بيحقق البرونزيه الثالثه في تاريخه، بيحقق الثانيه على التوالي. فانت النادي الاهلي كان طمع شويه وكان حابب ان هو يوصل للنهائي، وكان المفروض يوصل للنهائي، ولو كان لعب المباراه دي مع مونتيري البرازيلي بنفس الاداء ده، لا كان زمانه دلوقتي هيلاعب تشيلسي في النهائي بتاع كاس العالم للانديه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لكن النهارده طبعا البرونزيه حاجه مش وحشه خالص على الاطلاق، البرونزيه حاجه جميله، البرونزيه حاجه جميله. اتمنى من كل الجمهور دلوقتي يبارك للنادي الاهلي ويبارك لجمهور النادي الاهلي، لان طبعا انت النهارده يعني النادي الهلال نادي مش مصري، يا جماعه لازم نبقى فاهمين حاجه زي كده، النادي الاهلي نادي مصري. ففي اي حال من الاحوال ما دام نادي مصري بيمثل مصر وبيمثل افريقيا كلها، فالطبيعي ان كلنا لازم نقف جنبه. انا شخصيا مبسوط جدا بفوز النادي الاهلي النهارده على الهلال السعودي، يعني بنتيجه كويسه، باداء مشرف جدا جدا. اللعيبه بتاعه النادي الاهلي يا جماعه دلوقتي انت وصلت لمرحله، لو هتكلم عن المقارنه بس اللي حصلت، فانت لا، ده انت شوف انت القيمه التسويقيه بكام مليون يورو للنادي الاهلي، والقيمه التسويقيه بتاعه الهلال السعودي بقد ايه، ده انت بتتكلم في فكره كبيره جدا. بغض النظر عن الطرد، يعني واحد يقول لي يا عم ده الطردين اللي حصلوا هم اللي خلوا النادي الاهلي يعني ازداد في التالق بتاعه او تالق بسببهم، يعني انا عارف ومتاكد ان في ناس هتقول لك ان النادي الاهلي تالق بسبب الطردين اللي حصلوا في الهلال السعودي. اقول لك يا باشا ان هو اصلا التالق بتاعه بادئ من الدقيقة واحد، يعني مش من الدقيقة واحد، ده من الثانية واحد، علشان نكون واقعيين مع بعض. ولذلك المعلق حتى علق على الحتة دي وقال لك ده احنا لسه ما كملناش 20 ثانية وانت عملت هجمة جميلة جدا تكاد تكون المفروض انها تخلص بهدف مميز جدا، والنادي الاهلي في الشوط الاول بس كان ممكن يجيب هدف واثنين كمان مش هدف واحد. ولكن برضو المباراة يا جماعة جميلة جدا، المباراة شيقة جدا بصراحة، تخلي اي حد يكون مبسوط بفريق يكون بيشجعه. ده كان الفيديو باختصار، اكتب رايك في التعليقات وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو ده.